دوي لي كويلا ديال كاين شوبيز يقدر يخدم بها بنادم. رشح اخ بلال كيفاش بنادم يقدر يشرح يقدر يخدم بهذيك شوبيز. بلال ضيفي يعني بالنسبه لواحد ما عندوش بيجي يقدر بلاص ما انه يدير لي زات يمشي يدوي مع يكونتاكتي هذوك صحاب في الانستغرام ولا فيسبوك. بعد حنا مشى نختار واحد النيش ديال سبور ديال الفيتنس ولا ديال الفود ولا ديال المهم اختار واحد النيش ويمشي يقلب عليه في الانستغرام يقاد ستور ديالو. ستور ساهل راك تقاد في شوبيز ساهل وكيعطيوك اصلا شهرين فابور يعني يقاد واحد يقاد هذيك ستور يشري دومين نيم بشحال دومين نيم راه ب 5 دولار 6 دولار كتجيب ليه دومين نيم ويمشي يقصد هذوك صحاب الصفحات اللي في الانستغرام في هذيك النيت ديالو ويقول لهم راه انا اش كنبيع واش كنبيع واش كنبيع نقدر نعطيك 20% على كل مبيعة جبتيها ليا وكذا 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 صافي راه نفس هاد الشيء هذا اللي قلت لك ديال شوبيز يقدر يديرو شي واحد في